في مبادرة جمالية وبجهود ذاتية قام طلبة معهد الفنون الجميلة في الفلوجة بحملة تطوعية لمحو آثار الخراب والدمار في معهدهم وفي المدينة. سلام خالد يسلط الضوء على أركان الحياة وإصرار الناس في الفلوجة على المضي قدما في حياتهم. حملة تطوعية لإعادة الحياة والجمال والبهجة إلى بناية معهد الفنون الجميلة في الفلوجة، تضمنت تزيين البناية بالرسومات واللوحات الإبداعية ذات اللمسة الفنية وبجهود ذاتية. باشر معهد الفنون الجميلة في الفلوجة بعد عودة أكثر الطلبة من النجوح بحملة تطوعية بالتضافر مع إدارة المعهد والكادر التدريسي والطلبة، لا سيما أن المعهد يضم أقسام التشكيلي والتصميم والخط. هذه التظاهرة الفنية الرائعة دلت على شيء تدل على رغبة الطلبة في مدينتنا بالعمل الفني، والطالب عندنا في معهد الفنون الجميلة يعني كل شيء فني متعطش إليه من خلال الأعمال الجدارية. معهد الفنون الجميلة في الفلوجة يضم الفن التشكيلي والتصميم والخط والزخرفة، ويفتقد للقسم السمعية والمرئية مع وجود تدريبات على المسرح للحفاظ على أصالة هذا الفن والارتقاء به كفن أكاديمي. على الهزيمة والذل والهوان، أرجوك، أنا قاتلت قتال الأبطال وأنا مهرب من ساحة المعركة، بل كنت هاربا من المعركة. طلاب المعهد أكدوا أنهم سيواصلون الإبداع لرفع اسم مدينتهم عاليا بين أسماء المدن العراقية. يا بلا عرفتم يا ياب من تكون حبيبتي، ومن هي التي رمى الفؤاد بحبها. والله مثل ما تعرفون احنا كضيق الوقت ومن رجعنا للفلوجة انتقلنا الى هذا المعهد بعد نص السنة، فجينا عليه لقيناه معهد يعني تعرفون الاوضاع صارت في الفلوجة، فمعهد يعني من الانقاذ ومن التهديم البيئي، فبدينا نعمر شوية شوية والحمد لله قدرنا يعني خلال هاي الفترة القصيرة ننظف المعهد ونرتب المعهد. جدران وأروقة المعهد أصبحت متنفسا إبداعيا لطاقات الطلبة الفنية، كما أن العمل الجماعي له أثر على تنمية قدرات الطلاب. نحن أعضاء الهيئة التدريسية في أحد منارات العلم والثقافة اللي هو معهد الفنون الجميلة، وهو اللبنة الأولى للثقافة الفنية المختلفة بمختلف فروعها، الناحية الخط، الرسم وكافة الفعاليات الفنية. نحن كمدينة كمدرسين نحب أن ننهض مدينتنا وإرجاعها وأظهار قوتها وملامح فنها. مهارات طلبة هذا المعهد تمت ترجمتها بألوان جميلة وزخارف مبدعة ورسومات رائعة زينت هذه الجداريات. لبرنامج شمس الفلوجة، سلام خالد من معهد الفنون الجميلة في الفلوجة.